يا اشرف، اهلا يا حسين. ازيك؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك اخبارك ايه، ايه؟ في مكان عندكم في الشركه؟ اصل انا سبت. ازاي بس يا ابني؟ ده انت ضارب علي صاحب الشركه، اروح اقول له الراجل اللي ضربك عايز يشتغل؟ مش المهم انه بيستفيد مني؟ ايه الوساخه دي؟ انا مش عارف الناس بتخلط الامور ببعضها ليه. اقفل اقفل يا اشرف، اقفل. ايه يا احمد، ازيك؟ ازيك يا حسين؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا سبت الشركه عندي، ينفع اجي عندكم؟ ما عنديش مكان يا معلم للاسف. انت عارف بقى بهير بيشتغل كويس ومش مقصر، الا بقى لو انت عايز تشتغل تحت ايده. انت مجنون يا احمد. ايه اقفل يا احمد، اقفل يا احمد، اقفل. ايه يا جورج؟ ازيك يا سحس؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه، انا سبت الوكاله عندنا، ينفع اجي اشتغل عندكم؟ ما ينفعش تسيب يا معلم، كل السوق عارف بلاويك ومشاكلك، ما حدش هيشغلك يا حسين. على فكره انا حسين احمد يا جورج. والله العظيم كلهم عارفين انك جامد، بس بتاع مشاكل، هيجيبوا وجع الدماغ لنفسهم ليه؟ ايه اللي ليه؟ عشان انا عملت اقوى 3 حملات في مصر، عشان انا اللي بخلق موت الافيهات. في ايه يا جورج؟ ولو في غيرك عيال كتير صغيره لسه طالعين وبياخدوا اقل منك وما بيعملوش مشاكل. حسين كمل عندك وما تسيبش حد، السوق وحش، اسمع مني. اهلا بيكم، وحشتوني. ازيكم؟ هات يا ابني الشنطه. شكرا. اتفضل. ما عليك. شنطة حمزة ده اسم برنامجنا الجديد. يا ترى شنطة حمزة فيها ايه؟ فيها قضايا، فيها ملفات، فيها بلاوي سودا، وفيها حاجات كويسة. شنطة حمزة النهاردة فيها سي دي مكتوب عليه انجي، ولكن بما ان بقى عندنا اعلانات قابلكم بعد الفاصل. بالتوفيق يا انجي، ربنا معاك. يلا يا جماعه، حد ياخد الاستاذه انجي يدخلها 4 دقايق وهنكون على الهوا. مش هكدب عليكي، انا اول ما شفته قلت ازاي انتوا مستحملينه ده. ده مش بس قليل الذوق في كلامه مع الناس، كمان عنيف معاهم جدا. انا متاكده انه هيكلمك او هيكلمني، لانه محتاج الفلوس اللي بياخدها من عندنا. اشك، ولو ان بيني وبينك مش بعيد، هو اصلا شخص مختل. هنستنى ونشوف. بالظبط. طيب خلاص، يبقى هنتكلم تاني. باي. في شنطة حمزة سي دي قصته هتحكوا لنا صاحبته، والحقيقة أنا اتشرفت بمعرفتها، لأني من فترة كنت عايز أتعرف عليها وأسمع أفكارها. إنجي السيد، الصحفية المميزة في مجلة الرجل، صاحبة المقالات اللي أنا شخصيا اتكلمت عنها في البرنامج. إزيك يا إنجي؟ إزيك يا أستاذ حمزة؟ حمزة بس، شيل الألقاب. أوكي حمزة. طيب السي دي ده في ايه؟ السي دي ده في طليق مصورني وانا معاه في اوضه النوم واحنا لسه متجوزين. مين جوزك؟ قصدي اللي كان جوزك. رجل اعمال مرتضى مراد. هو رفع النهارده السي دي على اليوتيوب. هو نزله بعد ما عملت تحقيق صحفي عن رجال الاعمال الفاسدين. هو تخيل ان انا كنت بتكلم عنه. يا بنت الكلب. مع ان انا ما كنتش كاتبه اسمه. لحظة بس، ممكن تدخلوا تقولوا لي كام واحد شاف الفيديو لغاية دلوقتي على اليوتيوب؟ انت كنت اتكلمت عنه؟ ايوه، لانه فاسد. هو قابلني بعد نزول المجلة بكام يوم وهددني بالسي دي، وقال لي ان هو لو ما نزلتش تحقيق صحفي عن اهم انجازاته ونجاحاته هيرفع السي دي على اليوتيوب، وفعلا عمل كده. الشنطة اللي عند حضرتك فيها عقد الجواز وقسمة الطلاق، وطبعا التاريخ موجود على الفيديو. ما شالوش طبعا، لأن هو ما تخيلش إن هو يهددني بالسي دي ده بعد سنتين من الجواز. كويس أوي. طب إنجي معلش، ممكن أعرف أنت ليه قررت تيجي وتحكي لي، رغم إني عارفة إن ده ممكن يضرك ويشهر بيكي، خصوصا مع أصحاب النفوس المريضة؟
تحديك انت قلت اهو عشان اصحاب النفوس المريضه. انا جايه النهارده بقى عشان دول. هو كده كده كان هيرفع السي دي على اليوتيوب، وهو عارفني ان انا قويه وعمري ما كنت ضعيفه. على فكره عايزه اقول لك حاجه، انت ما كنتش هتعرف ان انا اللي موجوده في السي دي لان هو طامس الوش منه. انا جايه بقى النهارده اقول ان انا اللي موجوده في السي دي وان اللي معايا هو مرتضى مراد جوزك. لا طليق، انا بس عايزه كل واحد يراعي ضميره وهو بيتفرج على الفيديو ده. اولا انا ما كنتش اعرف ان انا بتصور، ثانيا ده كان جوزي، ثالثا اي حد بيشوف الفيديو ده يعتبر ان انا اخته، امه، مراته، اي حاجه. انجي الناس كده كده هتتفرج على الفيديو اللي مفيش ضمير، في هوس جنسي، تلاقي نسبة الدقون عالية قوي والمحاجبات قد كده والوساخة أكتر منهم. الراجل من دول يتوضى وينزل صلي الجمعة، ده لأنه حريص إنه يصلي الجمعة فقط. بس مفيش مانع إن بعد ما يصلي الجمعة حرما جمعا، شفت مين اتطلقت، مين اتجوزت، مين ما بتخلفش. حاجة بقت هباب. للأسف إحنا بقينا شعب بيكيفنا النميمة، كيفنا أكتر الشتيمة والدخول في حياة الناس الشخصية، وده طبعاً مع الجهل الشديد الثقافي والديني يخلينا مجتمع غايز في الوساخة والنفاق. ايه اللي يخليك تتفرج على واحده متجوزه ونايمه مع جوزها؟ طيب ايه اللي يخليك عايز تكمل فرجه برضه؟ مش هسامح اي حد يتفرج على الفيديو ده، وبقول لكل واحد هيتفرج على الفيديو ده لو انا مش محترمه قدامك فانا محترمه قدام نفسي. وعندي مبدا، ربنا اكيد عالم بالنيات يعني. ونعم بالله. انجي انا عايز اقول لك انهم بلغوني دلوقتي ان الفيديو من اول الحلقه لغايه وقتنا هذا اتشاف مليون مره. بس الخبر كويس اني كلمت قبل الحلقه كام واحد كده من العيال اللي تحس انهم بهايم، بس هم عيال عبقره، دلوقتي بلغوني ان الفيديو اتشال. انجي في يوم المنتج الفني بتاع المحطه هنا طلع عليا اشاعه ان انا على علاقه مع البروديوسر بتاعت البرنامج ده. عارفه يا انجي البرنامج اللي فات نجح، ولان البنت دي شاطره واحسن منه هو عمل كده. الناس هنا كان نفسها تصدق علينا اي حاجه وحشه، للاسف الإشاعة انتشرت. بس أنا عملت زيك كده، مسكتش، وقفت وقلت كل اللي أنا عايزه. البنت دي قد بنتي، عيب قوي يطلع عليا إشاعة قذرة كده. وبعدين مين دي؟ ما لقيتوش غير دي، يعني حاجة زبالة قوي. يا ابن الذين يا واطي، ماشي يا حمزة، مش مستوى. أنا بهزر طبعا. إنجي عايزة تقولي حاجة تاني؟ أنا من برنامجك هنا بقدم بلاغ للنائب العام إن مرتضى مراد حاول يهتك أرضي بشهر بسمعتي. ودي جناية. السيد النائب العام. هذه جناية. الصبح 12 الظهر. والله العظيم ضايع مختل. انا عايز اقول لك يا انجي ان دموعك دي دموع قوه مش دموع ضعف. انا عاده بسلم على كل الناس، بس انا النهارده بسلم على المحترمين.
والمحترمين فقط. وأي واحد وسخ سواء راجل أو ست بقول لهم اتقوا الله، وبقول للمحترمين فقط أشوفكم الحلقة الجاية. تصبحوا على خير. مبروك. عجبتك؟ قوي. انا زباله قوي كده يا ابن اللذينه. صدقيني يا حبيبتي انا حاولت كتير ما لقيتش الطف من كده. لا مبروك، عامل شغل هايل. مبروك. انا صدقت ان الصوت على فكره. ايه ده؟ ايه الزريبه اللي انت عايش فيها دي؟ وبعدين انا مش فاهمه، هو مش كان في ما بيننا ميعاد؟ ميعاد ايه؟ ما ينفعش تشرب حشيش واحنا بنشتغل على فكره. شغل ايه ده؟ شغل ايه؟ ايوه اللي احنا بنعمله ده اسمه شغل، انا مش جاي اهزر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش في ناس قاعده؟ اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. تخش الحمام. مش عايز اعمل حمام. اخش الحمام ليه؟ ومحدش علمك كده خالص؟ على فكرة الأجانب بيعملوا كده عادي، انتوا بس اللي متخلفين وجهلة ومش فاهمين حاجة. ايه مش حاجة طبيعية؟ أولاً الأجانب ما بيعملوش كده، الصينيين هم اللي بيعملوا كده، وأنت مش صيني. مش عارفك. شفتي بقى إنك غبية؟ أي اتنين متجوزين على فكرة بيعملوا كده قدام بعض عادي. يا ربي. لا 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 لا، ده كتير. على فكرة وشك نحس، عمرها ما جلت. إيه القرف ده؟ أنا مش مراتك، وبعدين أنا قلت ما ينفعش تشرب حشيش وإحنا بنشتغل، ما ينفعش، ده ما ينفعش. أنت مجنونة ولا إيه؟ أنا ما ينفعش حد يتكلم معايا كده أصلاً. بقول لك إيه؟ أنا غلطانة أصلاً إن أنا رضيت إن أنا أشتغل مع واحد مش بس مريض، كمان مش متربي، عن إذنك. يلا 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 متربية، يلا غرف ده يلا. إيه ده؟ نطت علينا.